مع الحدث. في هذه المحطة مستمعينا حابين نعطيكم بعض التفاصيل والمعلومات عن برامج الموسم الثقافي الحادي عشر. هذا البرنامج الذي تقيمه جامعة نزوة ويحمل عنوان مميز 10 أعوام من الريادة والعطاء. صباح الخير للدكتور صالح بن منصور العزري، مساعد الرئيس لشؤون الطلاب بجامعة نزوة. دكتور صالح صباح الخير. صباح النور أختي العزيزة، كيف الحال؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الله يسلمك. يعني أنتم أيضا تحتفوا بمناسبة جدا مهمة في نزوة، كونها عاصمة الثقافة الإسلامية. نقترب من الموسم الثقافي الحادي عشر، ما الذي حضرتموه وكيف يعني استثمرتم المناسبة والحدث؟ إن شاء الله. أولا أشكركم على الاتصال، وفي نفس الوقت يعني إن شاء الله بمشيئة الله اليوم تنطلق فعاليات الموسم الثقافي الحادي عشر. فعاليات الموسم الثقافي الحادي عشر هي طبعا مثل ما ذكرتم جامعة نزوة 10 سنوات من الريادة والعطاء، وهذا يعتبر امتداد لاحتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات منذ إنشائها في أكتوبر عام 2004. بمشيئة الله اليوم الافتتاح سيكون تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان. طبعا سيكون هناك حضور عدد من أصحاب المعالي وأيضا مكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة والفضيلة، وأيضا قادم الجهات الأمنية وأعيان محافظة الداخلية، مدراء عموم ومدراء المصالح الحكومية، بالإضافة إلى الهيئتين الإدارية والأكاديمية وطلبة الجامعة. نعم. البرنامج في الافتتاح يعني يكون في الساعة 10 في قاعة الشهداء، يكون في قرآن كريم، مشهد تمثيلي لجماعة المسرح، كلمة الجامعة، وهذه طبعا سيلقيها الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس الجامعة. ثم سيعرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الجامعة على مدار 10 سنوات. طبعا هذا الفيلم الوثائقي من إعداد دائرة الإعلام بالجامعة. ثم سيكون هناك تكريم للطلبة المقيمين، وتقريبا وعددهم 30 طالبا وطالبة. نعم، هناك أيضا كسبا يعني هناك أكيد الكثير من التفاصيل، ولكن هناك أيضا حفل تخريج الدفعة السابعة للجامعة بإذن الله. نعم نعم. طبعا بعد البرنامج هذا سيتم افتتاح المعرض الثقافي. نعم. طبعا المعرض الثقافي شامل واكثر من 40 جماعة طلابية مختلف الكليات ومركز البحث العلمي وايضا صندوق جامعة نزوة الاستثماري و11 مؤسسة من المجتمع المحلي. في من ضمن البرنامج مثل ما ذكرتم طبعا انه موسم الاحتفال ان شاء الله يكون يوم 22، وهو عرس الجامعة، يعتبر تخرج الدفعة السادسة من الطلبة، واتوقع انه العدد يكون ان شاء الله 1000 طالب وطالبة، منهم طبعا ثلاث درجات، درجة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير. ممتاز، توفيق. طبعا في تخصصات مختلفة. ابرز التخصصات المتصدرة دعنا نقول. ابرز التخصصات، يعني التخصصات اللي بالفعل أكبر عدد من الطلاب انضموا لها. نعم، هو أبرز التخصصات وأبرز الطلاب اللي انضموا هي طبعا نظم المعلومات، وأيضا الصيدلة والتمريض، وأيضا الترجمة في طبعا في كلية العلوم والآداب، هي أغلب هذه التخصصات، والبقية يعني تكون فيها نوع من التساوي. نعم نعم, نعم. طيب طبعا هذا الموسم تفضل تفضل دكتور. طبعا الموسم هذا دائما احنا يعني نهدف منه، يعني نتعرف في جامعه نزوة دائما تهدف انه الانسان اعظم ثروات الوطن، فلا بد من هناك في طاقات وقدرات في فكره وعلمه وسلوكه ومعاملاته، فاحنا ننمي دائما هذا الهدف من حياه. ايضا الاسهام في نشر المعرفه من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج اللي تعدها الجامعه في هذا الجانب، النقاشات الحوارات اللي تدور في طبعا المحاضرات واللقاءات اللي هي طبعا الشعريه وما شابه ذلك. احنا في ابداعات طلابيه ايضا، احنا من هدفنا وابتكاراتهم في مشاريع علميه وبحثيه، وايضا في هناك اعمال في الورش الفنيه، كل احنا نهدف منها انه هذه الطاقات الطلابيه والابتكارات الطلابيه تظهر الى المجتمع، الى العيان، للمؤسسات، يطلعوا على نتائجات هؤلاء الطلاب. طيب ابرز فعاليات الموسم هذا بالنسبه للفعاليات الثقافيه دكتور، يعني يا ريت لو نعرف ما هي هذه الفعاليات. الفعاليات اللي هي تشمل الموسم الثقافي؟ نعم. نعم. ابرزها، يعني ابرز هذه الفعاليات، ويعني عوده ايضا الى سؤالنا الذي طرحناه انه كيف تم استثمار الحدث الذي تعيشه نزوه وهي عاصمه الثقافه الاسلاميه من خلال وجود هذا الموسم.
للجامعة. نعم. هنا طبعا فيها الكثير من الفعاليات، وأغلب الفعاليات اللي احنا نشارك طبعا ولاية نزوة كعاصمة الثقافة الإسلامية في برامجنا بأكثر من 11 فعالية، دشنا في السابق فعاليتين، وهنا هذا طبعا معرضنا وهذا الموسم الثقافي أيضا يندرج ضمن فعاليات نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. هناك طبعا في لقاءات، هناك في محاضرات دينية، هناك طبعا في اللجنة العليا للموسم الثقافي ستقيم بعض الفعاليات هنا داخل الجامعة طبعا، وهذه طبعا الفعاليات بالتنسيق مع اللجنة العليا. نعم. تشارك فيها الجامعة. وكذلك أيضا الجامعة تقيم فعاليات أخرى مثل فعاليات دينية. على سبيل المثال محاضرة دينية للشيخ الدكتور مساعد المفتي العام شيخ كهلان الخروصي. نعم. وكذلك أيضا عندنا يوم مفتوح، دائما احنا الهدف من الأيام المفتوحة للكليات هنا التقاء الطلبة بأولياء أمور الطلبة للتواصل، نفتح قنوات التواصل بيننا نحن وبين المجتمع وأولياء الأمور. نعم. يعني نعم، هذه بالنسبة للقاءات. بالنسبة لي أيضا في أمسيات شعرية بيشارك فيها طبعا شعراء عمانيين وشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي. هنا طبعا قبل حفل التخرج ايضا عندنا بروفتين يوم جمعه عشان نستقبل الطلبه، نقدم لهم طبعا لباس التخرج، ايضا نهيئ لهم الجو المناسب على اساس انه يكون احتفال حفل التخرج يكون يليق بمستوى الجامعه وهي خاصه الدفعه السابعه، وكذلك طبعا هو يكون طبعا حفل التخرج تحت رعايه صاحب تحت رعايه السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الولي المسؤول عن شؤون الدفاع. نعم، معالي السيد بدر. نعم، هي معالي السيد. نعم، عموما يعني هو يبدو موسم حافل بالفعاليات، حدث ايضا جميل، نهني كل الطلبه طبعا مقدما في تخرجهم، تخرج الدفعه السابعه للجامعه ومزيد من الدفعات التي ستبني الوطن. شكرا على وجودك معنا الدكتور صالح بن منصور العزري مساعد الرئيس لشؤون الطلاب بجامعة نزوة، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان. شكرا. تحية لكل الشباب، نقول يعني الاحتفاء دائما بالتخرج يعني يعتبر من أهم المحطات عند الطالب، فنقول احتفوا بهذه المناسبة وبإذن الله تعالى مزيد من التقدم. صباحكم خير أينما كنتم.